خلينا ناخد مداخلة من الحاج حسني عبد الفتاح نقيب فلاحين الجيزة. أهلا بيك يا حاج حسني. حضرتك أهلا بيك، اتفضل. انا بتكلم على تبع مركز شريحه الفلاحين على مستوى محافظه الجيزه، والفلاحين عندهم وعي تام وعارفين ان سياده المشير جازف بروحه وبنفسه وبعيلته وبكل ما يملك في سبيل ان نسترد مصر تاني من الذين كانوا سببون في تفتيت مصر ومشروع الشرق الاوسط الكبير والمسلسل اللي احنا عارفينه كله. فالناس كلها عايزه الفلاحين الحمد لله عندهم وعي وعندهم انتماء وعندهم وطنيه لا تقل عن وطنيه المشير السيسي، لان الفلاحين طبعا معروف عنهم ولهم سابقه في المظاهرات والاعتصامات. الفلاح لم يترك ارضه ولم يعتصم ولم يثور، بل استمر في ارضه عشان ما يأثرش على الانتاج الزراعي او على المحصول الارض، لان طبعا هيبقى له مردود على الاقتصاد المصري بصفه عامه. ده حقيقي. فالفلاح مستعد تماما ومتحفز ان يبقى في ظهر المشير السيسي عشان ان شاء الله باذن الله نبارك لمصر ونبارك لنفسنا بفوز المشير السيسي ان شاء الله بانتخابات الرئاسه. وبعد كده الفلاح بيوعد برضه ان يبقى هيقف بقى احسن من الاول وهينتج وهيزرع وهيستمر في ارضه لغايه ما تستقر الامور ونرجع ان شاء الله احسن من الاول ونعدي الفتره اللي هي عروه الزجاجه اللي مصر فيها في حاله عدم استقرار دي. اكيد حاج حسني، انتوا عندكم مؤتمر ان شاء الله كده يوم الجمعه لتأييد المشير السيسي مش كده؟ تمام، باذن الله ان شاء الله في مؤتمر في مشيره الاماطر لتأييد المشير السيسي ان شاء الله باذن الله. طب انتوا بتطلبوا ايه من المشير السيسي ان شاء الله لو تولى قياده مصر في الفتره اللي جايه باذن الله؟ احنا بنطلب منه الاول، بندعو له ان شاء الله من ربنا يوفقه، وبنطلب منه بالنسبه لشريحه الفلاحين دي لا تقل عن حوالي 8 مليون نسمه على مستوى الجمهوريه او تزيد عن ذلك. فطبعا الشريحه لا يستهان بها وبتمثل السواد الاعظم في شرائح المجتمع، ودي طبعا بترجح كافه اي مرشح. بنقول ان احنا مش بنلم بحاجه، بس بنطلب منه ان برضه نظره في دستور 2014 دي في نصوص لصالح الفلاحين. يا ريت ان شاء الله باذن الله عندنا امل كبير قوي هتتفعل باذن الله للنصوص والتشريعات هتصب في مصلحه الفلاحين وفي الاخر برضه مردودها للمصلحه العامه في مصر. في برضه شويه مشاكل على راسهم برضه التعديات على الارض الزراعيه اللي حصلت بعد الثوره، دي كانت من ضمن الحاجات السلبيات. يا ريت برضه بنلاقي الموضوع الظهير الصحراوي لتعويض الكره بالنسبه اللي تم التعدي على الاراضي او التخلص السلوك على الزراعيه فيها، يا ريت تعوضها بالظهير الصحراوي. انا بشكرك شكرا جزيلا الحاج حسني عبد الفتاح نقيب الفلاحين بالجيزه.